نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم أبنائي طلبة جامعة أسيوط، وأنا أسجل ارتباطي وفرحي بمصافحتي لوجوهكم. وكانت كما قال فضيلة الشيخ محمد، كانت أمنية غالية عندي أن ألتقي بشباب الصعيد. لعلمي ب انتظام المنظومة الأخلاقية عندهم، وأنهم كانوا مؤهلين ولا زالوا لحمل شعلة هذا الدين لما يتميزون به من الرجولة والحمية. فالحمد لله الذي أقر عيني برؤياكم. وأقول لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عن جماعة من الصحابة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. فعلمنا من هذا الحديث أن الإسلام بدأ غريباً ثم قوي وكانت له دولة. هذه الدولة كانت تغيب الشمس فيها، فأعلمنا أنه سيأتي على الناس زمان يعانون من الغربة التي كان يعاني منها الغرباء الأولون. والغربة الثانية تكررت كثيراً في حياة المسلمين، ولذلك كل زمن فيه غربة نسميه الغربة الثانية، لأن الغربة الأولى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والغربة الثانية لكل من جاء بعد ذلك. فنحن نعيش ولا زلنا الغربة الثانية، والغربة ألا تجد لك مشاكلا ولا تجد لك نظيرا. كثير من الشباب في أسرته هو الوحيد الملتزم، ويقاوم من قبل أبيه وأمه وإخوته وجيرانه، ومن قبل الجامعة والمدرسة، ومن قبل العمل. وكم من غريب حرم فرصة العمل بسبب أنه يصلي أو أنه أعفى لحيته، كان هذا كفيلا بأن يحرم مما له الحق فيه. كثير من الشباب هاجر وترك البلد، وحرمت البلد من مواهب كثيرة، حتى أن بعض التقارير التي كانت تكتب
أن فلانا يصلي الفجر وأن فلانا امرأته منتقبة، كان هذا كفيلا بأن يترك عمله حتى ولو كان مميزا فيه. الغربة الأولى هي الأصل الذي ينبغي أن نقيس عليه كل غربة أتت بعد ذلك، لأنها غربة مثالية. الغرباء الأولون كثيرون جدا. سوف أتناول سيرة غريب منهم، ولكن قبل أن أذكر سيرته أو شيئا من سيرته أذكر قول الله عز وجل: وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. الغرباء الأولون قاتلوا على تنزيل الوحي وقاتلوا على تأويله بخلاف الذين جاءوا بعد ذلك. تعرف الرجل الذي جمع مالا كثيرا ثم تركه لأحد أبنائه كميراث، فإن هذا الولد يبدد ما جمعه والده ولا تطرف عينه أبدا. أما الذي جمع المال وتعب عليه فإنه يعرف قيمته. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاملوا مع الوحي المنزل معاملة راقية، وعرفوا ما هو المطلوب منهم، وترجم هذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، فقد صح عنه أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي هذا قرأ القرآن على عثمان وعلى عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهذه الطبقة. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات فلا يتجاوزوهن حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا هو الذي ميز الجيل الأول، ميز الغرباء الأولين. إذا نزلت آية من القرآن مثلا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها من جلس ثم ينقلب فيقرأ القرآن على امرأته وأولاده، ويترجم هذا إلى عمل، بل لعله من الغرائب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظل يحفظ سورة البقرة 10 سنين كوامل، وقد صح هذا عن عمر، 10 سنين كوامل يحفظ سورة البقرة. ده إحنا عندنا الطفل اللي هو سنه 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، ويحفظه حفظ متقن حتى برقم الآية. وأنا رأيت هذا ولعلكم رأيتم مثل هذا أيضا، يقول لي مثلا:
قل لي ما هي الآية رقم 60 من سورة الأعراف؟ يأتي بالآية. الآية رقم 70 من سورة الأنفال، مثلا من سورة التوبة، يقرأ الآية بالرقم، مجرد يقول رقم كذا يقرأها هذا الطفل الصغير. ما الذي أخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة؟ الذي أخره هو العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقف. فإذا حقق التقوى في أقواله وأفعاله انتقل إلى الآية بعدها. لذلك لم يكن غريبا على الصحابة أن يسعدوا بالإسلام، لأنه كان كالنفس بالنسبة لهم. إنه لمن المحزن حقا أن يموت الواحد منا ولم يسعد بهذا الإسلام. وكثير من المسلمين الآن، كثير من المقصرين حتى في الصلوات، أو يصلي مثلا لكن يجد مشقة في تنفيذ أو في الاستمتاع بأحكام الإسلام وآدابه. الصحابة لم يكونوا كذلك، لأنهم كانوا يترجمون الإسلام دائما وفي كل وقت، حتى صار العمل سجية عندهم كالنفس بالنسبة لنا. فهذا هو الذي جعل الصحابة الأولين يفترقون عمن دونهم، لكن كانت حرمته صلى الله عليه وسلم كاملة عند هؤلاء. أنا أرجو بس من الإخوة الذين يتكلمون أن يسكتوا، يعني حتى لا تشوشوا على إخوانكم، وأنا لا أرى داعيا للكلام وأنا أتكلم. يعني يذكرني ما أسمع بلافتة بحكاية حدثت في بعض البلاد الغربية، أنهم كانوا في الإذاعة وكانوا بيسجلوا برنامجا، وإذا برجل يدق دقا شديدا بما يشبه المطرقة، فاكتشفوا أن في واحد بيعلق يافطة أو لوحة مكتوب فيها أرجوكم أن تلتزموا الهدوء. فأنا لا أريد يعني للإخوة اللي بيتكلموا في جانبات القاعة أن هم يكونوا كهذا الرجل، يعني لا لا، معلش الإخوة إذا كانوا الإخوة في الخارج يريدون الدخول وعملين لغط للدخول، فالقاعة ممتلئة عن آخرها ولا تسمح بدخول عدد آخر. طيب، أرجع فأقول الذي كان يميز الجيل الأول هو حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لو حفظنا حرمته عليه الصلاة والسلام وحرمته ميتا كحرمته حيا لا فرق أبدا. أنا الآن عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يتكلم أثناء نقلي لكلامه ولا أن يرفع صوته، لأن هذا داخل تحت قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقد طبق هذا عمليا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو صحابي كان صغير السن يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال السائب بن يزيد بينما أنا نائم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام
إذ حصبني رجل، حصبني رجل يعني رماني بحصاة، فالتفت فإذا عمر بن الخطاب، فقال ائتني بهذين، وكان في المسجد رجلان يتكلمان بصوت عال، قال ائتني بهذين، فلما جاء قال لهما من أين أنتما؟ فقالا نحن من الطائف. فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمر يتأول الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني بلغ من حرمته وتمام حشمته ألا يرفع الصوت فوق صوته، فضلا عن أن يعارض، فضلا عن أن يعارض. ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي التزم بيته وجعل يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أين ثابت بن قيس؟ فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري ولا أعلم له شكاه، يعني لا أعلم أنه مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس لي خبره، لماذا غاب؟ ذهب سعد بن عبادة طرق الباب، خرج إليه ثابت بن قيس سليم، يعني ليس مريضا ولكنه يبكي. قال ما أخرك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فقال له إني من أهل النار. قال له ولما؟ قال إني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي، لأن ثابت بن قيس كان صوته عاليا بطبعه، لما كان يتكلم كان يبقى صوته عالي، هذا طبع عنده. قال إني كنت أرفع صوتي فأنا من أهل النار. فرجع سعد بن عبادة بهذا الكلام وقاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قل له بل هو من أهل الجنة. يقول أنس بن مالك راوي هذا الحديث، فلقد كان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فأيهما أعظم أيها الإخوة الكرام، أن يرفع الرجل صوته مجرد رفع على صوت النبي، أم يجعل صوت غيره من القوانين ومن الأحكام ومن التشريعات فوق تشريعه صلى الله عليه وسلم وفوق كلامه؟ أيهما أعظم وأيهما أخطر، أن ينصرف عن سنته إلى كلام غيره أم أن يلزم سنته؟ لا شك ولا ريب أن الذين خالفوا سنته ووضعوا أحكاما تخالف أحكامه أعظم جرما من الذي يرفع صوته مجرد رفع فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغرباء الأولون أيها الإخوة هم الذين سفكت دماؤهم حتى يصلك هذا الإسلام، ما وصلك الإسلام إلا على جثثهم، وشربت الأرض من دمائهم، لكننا ورثنا الإسلام ولم نقاتل عليه مثلما قاتل الأولون. لذلك هان على بعض المسلمين أن يضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون عليه، وأن يحرفوا آيات القرآن ويسمونه تأويلا، وهو تحريف من جنس تحريف اليهود، هان عليهم مثل هذا. فالذين وضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يتصور أنه سيؤجر
على كذبه على النبي. شوف وصل يعني اختلاط الدماغ إلى هذا الحد. يعني نوح ابن أبي مريم هذا الذي وضع أحاديث فضائل سور القرآن وآياته لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سور القرآن أو بعض آياته إلا بضعة أحاديث لا تصل إلى 30 حديثا. إذا فتحت كتابا من كتب التفسير التي لا يعرف أصحابها صحيحا ولا ضعيفا ويظنون كل مدور رغيفا وهم غالب أهل التفسير، غالب الذين تصدوا لتفسير القرآن لا يعرفون الصحيح من الضعيف باستثناء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولذلك كان تفسيره أفضل التفاسير المتأخرة لأنه كان على إلمام بعلوم الحديث. وإن كان منهج ابن كثير وإن كان منهجه غامضا، وأرجو أن يعني تسمحوا لي بدقيقة واحدة أبين لكم منهج ابن كثير في تفسيره حتى تنكشف الصورة عندكم، لأنه قد يورد الحديث الضعيف ولا ينبه عليه. معظم الكتب التفسير زي تفسير النسفي، تفسير أبي السعود، تفسير الفخر الرازي، تفسير الزمخشري مثلا، تفسير الخازن، تقريبا معظم التفاسير باستثناء ابن كثير وقبله تفسير البغوي صاحب كتاب شرح السنة وبعض التفاسير الخفيفة اللي هي كانت بتهتم إلى حد كبير بصحيح الحديث من ضعيف، تجد بالذات في تفسير أبي السعود بعد كل سورة لا بد أن تجد حديثا في فضل السورة. سورة الواقعة مثلا يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل صباح لم تصبه فاقة حتى يصبح. أكيد أنتم قرأتوا هذا الحديث وهذا كذب لا يصح. مثلا بعد سورة الماعون من قرأ سورة الماعون غفر الله له أو بنى الله له قصرا في الجنة ما بشرط أداء دينه. وتلاقي بقى أحاديث كثيرة جدا في هذا. اللي عمل المنظومة دي كلها ووضع هذه الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نوح ابن أبي مريم، كان يسهر عامة ليله يكذب على النبي، يألف أحاديث على كل سورة. فقيل له في ذلك لماذا تفعل مثل هذا؟ قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله. يعني يريد أن يؤجر، يعني ده بيفكرني بالرجل المحترف القتل اللي هو كان الناس بيؤجرونه لقاء مبلغ معلوم ليقتل فلان، يقول له عايزك تقتل فلان وأديك مبلغ تاخد كام، يقول له أخد قد كده. وفي يوم من الأيام جاءته امرأة قتل زوجها فقالت له أن فلان قتل زوجي وأنا أريدك أن تقتله، ألا تدفعي كام؟ بكت المرأة وقالت إني أنفق على أيتام. فرق قلب القاتل وقال سأقتله لوجه الله. ها؟ يعني هيقتله بلاش يعني، سأقتله لوجه الله. ها؟ فهو ده برضو نوح بن أبي مريم عمل نفس القصة، يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ليله وبعدين يسأل يقول إيه وضعت هذه حسبة لله. ونوح بن أبي مريم هذا يطلق عليه نوح الجامع. علق ابن حبان رحمه الله على هذا اللقب
اللي هو كلمة الجامع. ليه؟ لأنه كان ملما بكثير جدا من العلوم، وكان رجلا يعني ذا قدم في العلوم، في علوم الإسلام يعني فقه وحديث وتفسير ومغازي وسير والكلام ده. علق ابن حبان رحمه الله على هذا اللقب نوح الجامع، فقال جمع كل شيء إلا الصدق. ده بسبب إيه؟ إنه بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تتأمل هذه الصورة وتنظر إلى صورة الصحابة الأوائل، يا بعد ما بينهما، ده بعد ما بين السماء السابعة والأرض السابعة بينهما. الصحابة ما كانوا يقبلون أي انحراف كان، أي انحراف. صبيغ العراقي كان رجلا في أجناد المسلمين، جندي يعني من أجناد المسلمين، وكان أبو موسى الأشعري هو قائد الإيه؟ الجيش. فجعل يسأل الجنود اللي معاه، يا جماعة ما معنا والذاريات ذروة والحاملات وقرا، إيه معناها؟ أم واحد مبلغ فيه، قال طب أنت بتبلغ فيه، ده راجل بيسأل عن تفسير آيتين من آيات القرآن، تقوم تعمل فيه تقرير وتبلغ فيه كمان؟ آه. وصل التقرير لأبي موسى الأشعري إن في رجل بيسأل عن والذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا. فأبو موسى الأشعري قائد الجيش قال لك لا، دي مسألته خطيرة. فكتب إلى عمر يسأله إن فيه رجل في أجناد المسلمين يسأل عن والذاريات ذروة، نعمل إيه فيه؟ طبعا في بعض الجلوس هيفهم غلط إن إيه يعني لما يسأل عن تفسير آيات القرآن، ما هو لازم يسأل، لازم يفهم القرآن، لكن ستعلمون المغزى بعد ذلك. فأرسل إلى عمر إن في رجل في أجناد المسلمين يقول كذا وكذا، فقال عمر أرسلوه لي على إيكاف بعير. تعرف العدة كده، البردعة بتاعت البعير بتبقى من الخشب، قال ما تبعته ليش على حمار وفي بردعة سفنج ولا بردعة محشية بقش ولينة عليه، لا ده أنا عايزك تبعته لي على إيكاف بعير كله خشب عشان يجي لي عظمه متكسر. ده أول العقوبة يعني. أول ما جاء هذا العراقي إلى عمر كان موضب له إيه؟ رطائب من جريد، 10-15 إيه؟ عرق كده ولا عصايا من جريد النخل الأخضر. ليه؟ لأن أنت عارف إن جريد النخل الأخضر تقيل، يعني الضربة منه تحش الوسط يعني، بالذات لو من عمر. ها؟ فقال له أول ما رآه، قال أنت الذي تسأل عن محدثة، عمال تخترع. وضربه حتى أدمى ظهره، يعني الظهر جاب دم، فتركه حتى برأ ثم أتى به. قال أنت الذي تسأل عن محدثة، وضربه حتى أدمى ظهره وسابه لحد ما ظهره برأ وجابه تاني. فهم أن يضربه فقال له يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، خلاص أنا صحيت وتبت الحمد لله. فأرسل به إلى الأجناد وكتب كتابا إلى أبي موسى ألا يكلمه أحد، يعني العقوبة لم تنتهي بعد. فشق ذلك على الصبيغ العراقي وثقل عليه أن يهجره المسلمون، فشكى هذا إلى أبي موسى، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته
فأذن للمسلمين بكلامه. إيه بقى وجه هذا الكلام؟ ولما واحد يسأل عن الذريات ذروة عشان يفهم كلام الله، إيه إشكال فيها؟ ما هو لازم يفهم، لأن المرء إذا لم يفهم لم يكتمل الإيمان في قلبه، لازم يفهم، ده كلام عربي. هل عمر رضي الله عنه أو أبو موسى الأشعري قصد ما يتبادر إلى أذهاننا إن هذا الرجل يريد أن يسأل عن تفسير آيات القرآن؟ لا، أنا أبين لك صنيع عمر بحكاية وردت عن عمر نفسه، وهذه الحكاية رواها البخاري في صحيحه وأحمد وغيرهما، ورواية أحمد أشبع يعني أوضح، إنما البخاري روايته مختصرة. هذه الحكاية يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: صعد عمر المنبر يوما وفي ثيابه 17 رقعة، هدومه مرقعة يعني، وعد الرقع اللي في ثياب عمر 17، فقال: وفاكهة وأبا، هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ عمر بيكلم نفسه بصوت عال أمام الجماهير أو أمام الجلوس الذين يجلسون أمامه، قال: هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ ثم سكت قليلا ثم قال، يكلم نفسه: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدريه. أنت بتسأل عن الأب ليه؟ مع أن الأب في لغة العرب العشب يعني، لكن عمر ما كان يسأل عن معنى كلمة الأب كتفسير، لا، كأنه يطلب ما تحت ذلك، إيه أصل الأب وإيه فصله جاي منين وبيعمل إيه، يعني يريد شيئا زائدا فوق مجرد التفسير العادي، التفسير اللغوي. كان عمر يفعل ذلك حتى يحفظ القرآن من التحريف، هو ده كان أصل هدف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان شديد الحفاوة بحفظ القرآن، حتى أنه قال يوما: سيأتي بعدنا أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بأناس خرجوا من النار وقد امتحشوا، أي تفحموا، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف، خشي أن يختلط كلامه بالقرآن، وكانوا حديث عهد بالقرآن والقراءة كانوا قليلين والكتبة كانوا قليلين فيهم، فكل شيء كان يمس القرآن من قريب أو بعيد كان عمر يدفعه دفعا شديدا. وأنا سأذكر لكم قصة صحابي الذي وعدت بها في نطلع الكلام، لتسألوا أنفسكم: هل يمكن لأمثال هؤلاء أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق أو جليل؟ وخذ الصحابة كلهم على هذا المثال. ذاك الصحابي هو أبو ذر رضي الله عنه، حكى قصة إسلامه كيف أسلم، وروى حديثه عبد الله بن عباس، والحديث في الصحيحين، وانفرد مسلم برواية الحديث عن أبي ذر نفسه. وأنا سأفرق وأنا أتكلم ما بين رواية أبي ذر ورواية ابن عباس عن أبي ذر، عن حكاية أبي ذر. يقول رضي الله عنه أنه خرج هو وأخوه أنيس وأمه، ونزلوا على خالهم أخو أمهم،
قال: فأكرمنا خالنا، فحسدنا قومنا على هذا الإكرام، فقالوا لخالنا: إنك إذا خرجت من البيت خالف أنيس إلى أهلك، يعني بيتهم كأنه بيختلي بامرأة خاله وبيحصل بينهم حاجات. فالكلام وصل إلى الخال فصارح أبا ذر بهذا، فقال له أبو ذر: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته. تتهم أخي إنه بيختلي بامرأتك ولا جماع لنا معك بعد ذلك. وأخذ أمه وأنيس وركبوا الدواب وغادروا خالهم، وخالهم يبكي. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا إلى مكة. كان أنيس هذا أخو أبي ذر كان شاعرا مجيدا من الطبقة الكبرى من الشعراء، يقول الشعر يعني اللي هو يعني يلوح الدماغ يعني. فدخل أنيس مكة، فكان في واحد شاعر أيضا في مكة كان شاعرا كبيرا، فدخلوا في تحدي مع بعض. الشاعر بتاع مكة ده قال له: أنا أشعر الناس. أنيس قال له: أنت يعني بتقول إيه يعني؟ أنا أشعر منك. قال له: طب يلا كل واحد يقول قصيدة. فكل واحد قال قصيدة، وأتوا بكاهن أو برجل حاكم بينهما يحكم مين أفضل من في الشعر. وترهنوا في الأول، قال له: اللي يغلب ياخد ناقة الرجل الآخر. فالمهم أنيس قال القصيدة بتاعته، والشعر الثاني قال القصيدة، فحكم الحاكم لأنيس، قال: لا، هذا أشعر من الآخر. فقام واخد الجمل بتاعه، فرجع أنيس بصرمة، والصرمة قطعة يعني من الدواب، مع صرمته. فلما رجع أبو ذر بيسأله، بقول له: يعني إيه الحكاية، إيه اللي بيحصل في مكة يعني؟ قال: رأيت رجلا على دينك. خلي بالك أبو ذر لا كان في إسلام ولا حاجة. عبد الله بن الصامت في صحيح مسلم سأل أبا ذر لما أبو ذر قال: لقد صليت يا بني 3 سنين قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف كنت تصلي؟ قال: حيث يوجهني ربي. ويفضل يصلي طول الليل، يقول: حتى إذا أصبحت كأنني خفاء، خفاء للثوب المهلهل المرمي على الأرض، عايز يقول إنه تعب من كتر العبادة فألقى نفسه على الأرض. فلما رجع أنيس قال لأبي ذر: لقد رأيت رجلا على دينك. فقال له أبو ذر: وماذا يقول عنه أهل مكة؟ قال: يقولون هو كاهن، هو شاعر، هو ساحر. فقال له أبو ذر: فما تقول؟ ما احنا لسه بنقول أنيس كان ايه؟ كان شاعرا. فقال له: فما تقول أنت في الكلام الذي سمعته منه؟ قال: لإني لقد علمت أقوال الكهنة، فما هو بقول كاهن؟ ولقد وضعت كلامه على أقراء الشعر فلا يستقيم لأحد بعدي. أقراء الشعر اللي هي بحور الإيه؟ بحور الشعر اللي الشعر بيكتب الإيه؟ بيكتب الشعر عليها. بحور الشعر اللي الخليل بن أحمد الفراهيدي كتبها من لما دخل سوق النحاسين ولقاهم عمالين يدقوا النحاس بلحن معين. ها؟ فقعد يسمع صوت المطرقة وهي على النحاس ويميل كده ويهز كده ويقول: فاعل متفاعل متفاعل، يقول لك اه. وجاء راح طبقه على كلام العرب فتوزنت معاه، فكبر الموضوع معاه ووضع ايه؟ أقراء الشعر، بحور الشعر 16 مع المجزوء بتاع
كل بحر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول شعرا إلا كسر وزنه علشان ما يقولش شعر، لأن الله عز وجل قال يقول وما هو بشاعر، لازم يكسر الوزن. شوف في قصة حفر الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. الشطر الأولاني مكسور ما تعرفش توزنه، التاني موزون. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مش جاية، ما تعرفش تديلها تفعيلة، إنما فأكرم الأنصار والمهاجرة. ماشي ولا لا؟ ماشي. ها، فأكرم الأنصار والمهاجرة. لكن لما تيجي للشطر الأولاني عايز تعمل دفقة صوتية تنتهي بالسكون وتوقف عليها ما تعرفش تجيبها. اللهم لا عيش إلا عاش الآخرة مش جاي. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إيه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مكسر الشطر الأولاني، والشطر الثاني كان موزونا. الصحابة لما كانوا يرد عليه كانوا يقولون الشعر كله موزونا عشان لا حرج في أن يقولوا الشعر، فكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شوف ماشي هو ماشي زي المية، لما تيجي تقطع الشعر ده يتقطع معاك. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شو موزون؟ موزون اهو، مفيش مشاكل، هم اللي يقولوه. فهو الشعر اللي تقدر تقطعه وتقف فيه على كل تفعيلة هو ده اللي يتقال عليه شعر، إنما لو ما عرفتش تجيبه على تفعيلات يبقى اسمه مكسور، مكسور الوزن. زي ما أنا بقول في مثل هذا كلام الشاعر لما بيقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. لما أنت تحب أنك أنت تقطع الكلام ده يتقطع معاك. ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت لها سبع دجاجة وديك حا سنص صوتي. ربابة رب مفاعلة بت البيت مفاعلة تصب الخل مفاعلة لفي الزيت مفاعلة لها سبع مفاعلة دجاجة مفاعلة وديك حاء مفاعلة سنص صوتي مفاعلة. لا لا خليكم، انتوا عايزين تبقوا شعراء ولا ايه؟ ها، فشوف يعني الشعر بيتعرف اذا كان الشعر مكسور ولا هو شعر على الحقيقة. فهو أنيس بيقول لأبي ذر ولقد وضعت كلامه على أقراء الشعر، حاولت أوزنه على تفعيلات الشعر فما استقام لأحد بعدي، يبقى ليس بشاعر. في حديث ابن عباس في الصحيحين أرسل أبو ذر إلى يعني أخاه أنيسا إلى مكة وقال له إيه؟ ائتني بخبر هذا الذي يزعمون أنه نبي. راح هناك قعد يتلمس، فرجع إلى أبي ذر فقال رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق ومش عارف وكذا وكذا والكلام ده. فقال له أبو ذر ما شفيتني، كلام عام، أنا عايز كلام آخر. فأخذ أبو ذر شنة على كتفه وأخذ زوادة يعني وانطلق إلى مكة عشان هو يتأكد بنفسه من هذا الرجل الذي يزعمون أنه نبي. قال فدخلت المسجد الحرام فتضعفت رجلا منهم، دي رواية أبي ذر اللي في صحيح مسلم، فتضعفت رجلا منهم يعني أحد يبص كده، لأن كانت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم كانت حربا عوانا، أيمين عليه قومة رجل واحد وأي واحد يؤمن به لازم يدلوا على العلقة المتينة أو يموتوه.
فأبو ذر الأخبار وصلت له إن اللي هيبان إن هو يعني مؤمن أو بيحاول يسأل مجرد سؤال ده هيتأذي. قال فنظرت فتضعفت رجلا منهم، لقيت واحد جلد على عظم كده لكن بعيد، قلت أما أروح أسأله هو لعني لو اتنطط هيعمل معايا ايه، ده جلد على عظم أنفخه يطير. ها، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا، يعني مش هيعرف يأذيك. أتاري كفار قريش عاملين الضعيف مثال واحدة فخ وهو مش عارف. فإيه؟ فقال أبو ذر فتضعفت رجلا منهم فذهبت إليه فقلت له أين هذا الصابئ الذي يدعون أنه نبي؟ فقام المثال على البوصة ده أم رفع صوته وقال الصابئ الصابئ، دي كانت علامة بقى سيم كده بينهم، أول ما يقولوا الصابئ الصابئ يبقى إيه اللي جاي يسأل ده، يبقى واحد جاي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الصابئ الصابئ عينك بقى ما تشوف إلا الضل مش النور. قال فقاموا علي بكل مدرة وعظم، شوف بقى واحد معاه عظمة ساق البعير طول كده، وده معاه نبوت، وده معاه شومة، وده معاه الكلام ده، قاموا كلهم على أبي ذر وضربوه ضربا شديدا. يقول أبو ذر في وصف هذا فما تركوني حتى جعلوني نصبا أحمر، تمثال أحمر من كثرة الدماء التي سالت منه. في حديث ابن عباس في الصحيحين قال ما خلصني منهم إلا العباس ابن عبد المطلب، قال ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم إلى الشام يمر على غفار، لأنه كانوا قبائل وكانوا بينتصروا البعض من باب العصبية، تدي له علقة هتلاقي المافيا واقفة على الباب البتاع ياخدوا التجارة بتاعتكم. فلما قال لهم العباس هذا كفوا عنه. عود إلى حديث أبي ذر في صحيح مسلم، فلما خد العلقة المتينة دي وصار كأنه نصب أحمر هرب منهم فنزل إلى زمزم فغسل الدماء عن نفسه وظل 30 يوما في زمزم مش راضي يطلع فوق. يقول لم يكن لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن طبقات اللحم لما البني آدم بطنه تكبر وتبقى أي طبقات لحمة فوق بعضها كده، تخيل ماء زمزم هو اللي عامل كده، يعني هو رجل عادي خالص ملوش أكل ولا شرب إلا ماء زمزم. حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع أو سخفة جوع، كلاهما ضبطين صحيحان الكلمة. وبعدين طلع فوق خلاص. عود إلى حديث ابن عباس في الصحيحين قال فبينما أنا جالس إذ مر بي علي بن أبي طالب قال فنظر إلي ومضى ولم يتكلم، ما هو عارف كفار قريش وعارفين المصيادة البوصة اللي قاعد ده وفي أكتر من بوصة هنا وهنا 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 عيون وجواسيس. فعلي بن أبي طالب معد من علي يبصله وما يكلموش. تاني مرة عد عليه أم لا أحكلمة كده وهو ماشي، قال أما آن للغريب أن يعرف مثواه وأم ماشي. في المرة الثالثة وهو معدي أم رامي عليه إيه؟ كلمة زي كده. فأبو ذر قال له إن دللتني على النبي صلى الله عليه وسلم تبعتك، إن دللتني تبعتك. قال له ماشي بس هنعمل خطة، لأننا لو خدتك من إيدك كده هيمسكوك يفرموك، فعايزين نطلع من القصة دي بدون خسائر.
قال له أنا ولك إن عرفك سأمشي أمامك، فإذا وجدت أحدا يتبعك جاسوس من البوص الكتير اللي كانت قريش حطاه في، إذا رأيت أحدا يتبعك سأجلس كأنني أريق الماء، كأنني أتبول، أول ما أجلس كأنني أتبول امشي أنت على طول ولك إن إحنا نعرف بعض خلاص. فمضى وراءه أبو ذر رضي الله عنه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده في حديث ابن عباس اللي هو في صحيح مسلم اللي هو في الصحيحين، عود إلى حديث أبي ذر في صحيح مسلم. قال لما هو خرج بقى من زمزم وطلع فوق، قال فبينما أنا في ليلة قمراء إضحيان، إحنا قلنا إضحيان أمر إيه؟ أمر 14، إذ ضرب على أسمخة القوم، السماخ أو الصماخ اللي هو إيه؟ اللي هو الودن اللي هو الأفة دي، ها؟ ضرب على أسمختهم يعني كفار قريش ناموا كلهم، وكان الوقت متأخر بالليل، فجاءت امرأتان تطوفان بالبيت تدعوان إسافا ونائلة، إساف ده اسم صنم ونائلة اسم صنماية، ها؟ يعني رجل وإيه رجل وست يعني، تمام؟ فهم معدين كده بيطوفوا أبو ذر جنب الكعبة، فحب يستهزئ بيهم يعني، فقال أنكحا إحداهما الأخرى، جوزوهم لبعض، فما تناهتا عن قولهما، برضو مصرين على إيه؟ أن يدعوان إسافا ونائلة. لما قال لهم أنكحا إحداهما الأخرى قال لهم كلمة أفع منها، قال لهم هن مثل الخشبة، الهن اللي هو فرج الرجل وفرج المرأة يقال عليه هن، قال هن مثل الخشبة أنكح إحداهما الأخرى، قال فولولتا أي دعتا بالويل والإيه والثبور. ومش بعيد إن إحنا بنقول للمرأة ولية من كده بتولول، ها؟ زي مرة الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك سألناه مرة وإحنا في السجن مع بعض، قال أنتوا بتحكوا ليه فرحانين فيا ولا إيه؟ ها؟ فالمهم بنقول له مولانا هم سموها زنزانة ليه؟ سموها زنزانة ليه؟ قال لأن الشويش لما بيفتح الباب بيقول زن زن، فقابل سموها زنزانة عشان كده زن زن كده، ها؟ فهو بقى إيه؟ فولولتا أي صرختا وقالت لو كان هناك أحد من أنفارنا نفر كده من رجالتنا كان أدبه. وإذا في هذه اللحظة وهم بولولوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليطوف بالبيت هو وأبو بكر، أول ما شافهم بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما ما لكما؟ فقالت هذا الرجل قال كلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما وماذا قال؟ فقالت لقد قال كلمة تملأ الفم، يعني كلام ما يتلبس عليه هدوم، ها؟ قالت كلمة قال كلمة تملأ الفم. قال أبو ذر فطاف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فجئت فحييته بتحية الإسلام وكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال لي من أين أنت؟ قلت أنا من غفار، قال فأهوى بيده على جبهته، فقلت كأنه كره أنني انتسبت إلى غفار،
قال فأردت أن أمد يدي إليه فقدعني صاحبه. قدعني أي كفني ومنعني أبو بكر، وكان أعلم به مني. فقلت يا رسول الله إنني جئت مسلما. فقال أبو بكر يا رسول الله اجعله ضيفي هذه الليلة. فذهبت إليه فأخرج إلي من زبيب الطائف، أكل، وكان ده أول مرة يأكل بقى من إيه، من وقت طويل. فقلت يا رسول الله إنني من غفار. فقال ارجع إليهم فادعهم لعلهم يسلموا ويأجرك الله خيرا. فرجع أبو ذر إلى أمه وأخيه أنيس، قال له أنيس ها ماذا فعلت؟ ما هو لما قال له إن ما شفيتني وخد الشنة وراح مكة وبعد الرحلة الطويلة راجع، فأنيس بيستفسر بقى أنت عملت إيه عندما لقيت صاحبك؟ قال ماذا فعلت؟ قال له أسلمت. قال أنيس ما بي رغبة عن دينك وأسلم. وقالت أمهما ما بي رغبة عن دينكما وأسلمت. يبقى هما الثلاث أسلموا. يقول أبو ذر لما رجع بقى إلى غفار كان يأمهم، كان إمامهم وسيدهم أيماء ابن رحضة الغفاري، رجل كان سيد بني غفار يعني أو سيد غفار. فلما أبو ذر ذهب إلى قبيلة غفار أسلم نصفهم، وقال النصف الآخر إذا هاجر إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنني أريد أنني أهاجر إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، اللي هي المدينة. فهو راح قال لهم كده إن هو هيهاجر للمدينة. فقال النصف الآخر من غفار إذا هاجر إلى المدينة أسلمنا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم النصف الباقي من غفار. فجاءت أسلموا وهي قبيلة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما بنا رغبة عن إخواننا من غفار فأسلموا جميعا، اللي أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أسلموا سالمها الله وغفار غفر الله لها. أنا عايزك عندما تسمع قصة إسلام أبي ذر ممكن تتخيل أن أبا ذر هذا يرد كلاما لله ورسوله؟ هل يمكن أن تتخيل أن يحرف الكلام عن موضعه؟ دنا هقول لك كلمة نسيت أقولها في السياق في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال لما أسلم أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب خده وده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال والله لأرمين بها بين أكتافهم، هي لا إله إلا الله دي معرة، أنا أسلمت وقلت لا إله لا حروح في وسط الكفرة اللي هم لسه ضربين علقة سخنة وخلوك نصه بين إيه كنصب أحمر، قال والله لألقين بها بين أكتافهم. وقام رايح يا أخي المسجد الحرام وما تبش عن العلقة اللي خدها، وصرخ فيهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فانقلبوا عليه بكل مدرة وعظم حتى كأنه نصب أحمر. تاني ما تبش يعني، وما خلصهم في هذه المرة أيضا إلا ما خلصه إلا العباس ابن عبد المطلب. فلما يكون رجل دخل الإسلام قلبه ومس شغاف قلبه قال طلع علشان يقول لأرمين بها بين أكتافهم وسأقولها وأرفع عقيرتي بها. فإذا كان الجيل الأول غرباء كانوا يقولون ذلك، ألا تفخر أنت بالتزامك وأنك لزمت المنهج الحق مهما عيروك به وأعلى عليك متخلف وحجري ومن العصور الوسطى؟ احنا زمان في اول التزامنا سنه، انا يعني عرفت بقى طريق الالتزام سنه 75 وانا طالب في ثانوي،
فأعفيت لحيتي ثم أجبرت على حلقها، وكنت لسه عودي طري، ما كنتش يعني بعرف أقاوم قوي ولا الكلام ده. المهم بعد ما دخلت الجامعة وعفيت لحيتي، كان العوام بيشتمونا وأنا ماشي يا سني، دي كانت شتيمة، ها كانت شتيمة، وإحنا كنا بنتضايق قوي، ما كناش عارفين إن هذا شرف لما يقول لك يا سني وينسبك إلى السنة، ده حاجة شرف المفروض تفتخر بيها، لكن هم كانوا يقصدون إذا أنا وأن يتنابزوا بالألقاب معنا يا سني كده. فلما كبرت بقى شوية وقرأت وعرفت الكلام ده، وجدت لي أسوة بعبد الله بن الزبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي. لما كان الحجاج يحب يعير عبد الله بن الزبير، انت عارف عبد الله بن الزبير أمه مين؟ أسماء بنت أبي بكر، ولقبها ذات النطاقين، خلاص. فكان كل الحجاج بيتكلم يقول له ها ابن ذات النطاقين كده. فابن الزبير لما بلغته الكلمة، والحجاج يقوله على سبيل الاستهزاء، فقال كلمة جميلة جدا، قال له تلك شكاة ظاهر عنك عارها، ده حاجة مما يفتخر به، هي ليه لقبت بذات النطاقين؟ لنا شقت ثيابها وبتطلع الجبل العالي عشان توصل الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبيها وهما مهاجران إلى المدينة، هي دي حاجة حد يتعير بها؟ هذا مما يفتخر به. ولذلك كان يرد على الحجاج بن يوسف الثقفي ويقول له تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني حاجة لا يعير المرء بها، بل هذا مما يفتخر به. الكلام عن الصحابة والكلام عن الجيل الأول من الغرباء كلام طويل جدا، أرجو أن تراجعوا حياة الصحابة من كتب السنة زي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وكل الكتب اللي هي صنفت في فضائل الصحابة، خاصة ككتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب مجرد لوحده كده مطبوع في مجلدين، وكثير من العلماء زي خيثمة ابن سليمان الأطرابلسي وزي الإمام الدارقطني وزي كتب العقائد اللي تلاقي فيها اللالكائي وابن بطة وهؤلاء العلماء اللي هم ذكروا فضائل الصحابة، طالعوا فضائل الصحابة من هذه الكتب المسندة والكتب التي صنفت بعد ذلك في حياتهم، وخذ من واقع كل صحابي صفة وحاول أن تطبقها على نفسك، فسوف تجمع كثيرا من الفضائل التي انتثرت في هؤلاء الصحابة، لعلك تكون من الرجال الكوامل. أنا في النهاية أسجل مرة أخرى اغتباطي بكم وسعادتي بلقياكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم مرة أخرى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.